سلام دورينا معاكم ام كامل اهو كامل. النهارده يا شباب انا قلت الهروب من وحش القطار المخيف. الفكره مش وحش القطار، الفكره ان هي وحشه اصلا، يعني هي بني ادم بنت وبتمشي على القضيب بالقطر وتجري وراك، والمفروض ان انت تلاقي المفتاح عشان تهرب وفي القطر انت الموضوع غريب يا جماعه. فقبل ما نبدا المقطع صلوا على محمد عليه الصلاه والسلام، اذكر الله لا اله الا الله، ما تنسوش تنزلوا على المقطع ده دلوقتي حالا عشان ما يطلعلكش وحشه القطار المرعب. اعمل لايك وكمان اشترك في القناه وربنا يستر يا شباب من اللي هنشوفه في حلقه النهارده. وزي ما انتم شايفين هنا عندنا لا 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 ولد ما تخش، اصبر اصبر نستكشف الاول. ايه ده يا عيال؟ شوفوا هي اللي ورايا دي اللي هي السمكه النفيخه، اسمها ايه؟ سيلفر فيش؟ لا مش السيلفر فيش، والله عيال اسمها بفر فيش، والله مش عارف. اكتبوا لي تحت في الكومنتات يا شباب، بس هي اسمها نفس اسمي موت. طبعا دي يا شباب ماب كورية، فده الصعب في موضوع برو شوب. واو اوكي خلينا نشوف الشوب يا شباب. في واحد ببيضة بيرقص هنا، الشوب مفيهوش حاجة ولا ايه؟ ده لازم لسه كومينج سون، والله عيال الماب لسه شغالين عليها. اوه ماي جاد. طبعا موست وينز، في واحد فاز 24 مرة، تخيلوا يا شباب 24 مرة، معناه ان الماب صعبة جدا جدا جدا. ربنا يستر يا شباب. وخلونا نخش واحد لوحده، لا تعال خش يلا احنا التلاتة، دخلت معايا تلاتة اهو، هما خرجوا؟ لا هي خش اخش واحد لوحدي، يلا خلاص خش واحد لوحدي يا شباب. ايه ده؟ وات؟ لا لا يا شباب ما بحبش ده شغل الاطارات ده، لا لا والنبي طلعوني من هنا. Find the shovel to dig in the board room, find the crowbar to enter the board room, find the key. يا شباب لازم نجيب الشافل عشان نحفر البورد الروم، بعد كده نجيب الكاوبر اللي هو البتاع اللي بيفتح الحديد والخشب ده عشان نفتح البورد الروم، بعد كده نفتح بالمفتاح العادي. ما تقوليش ان هي دي البورد الروم، لا دي اكيد مش او ماي جاد او ماي جاد او ماي جاد. اوكي ندور بقى هنا يا شباب في الادراج دي. طيب الادراج ما فيهاش حاجه، ركز شويه يا مكمل انت ما بتخافش. شباب اللي ما عملش لايك يعمل لايك واشترك في القناه، بالله عليك اعمل لايك يا شيخ يا اخي. هايد، هو في حد؟ في صوت حد؟ في صوت حد؟ في صوت حد جاي من هنا والله العظيم يا ولد. هايد يا هل قلبي بيدق، قلب اللاعب بيدق، اقسم بالله انا خايف. المشكله اني لوحدي. اصمد يا ام كامل، اصمد الصمود. اوكي اوكي عندي هي عندي. اوكي عيال بتصوت. او ماي جاد يما انا ما اعرفش الوحش اللي بره ده. يما يما بالله عليك ابعدي، بالله عليك ابعدي، بالله عليك عايز اخرج، عايز اروح اجيب الشافل. اوكي خرجت، اوكي بدات الدنيا تهدى، اوكي قلب اللاعب بدا يخف شويه، اوكي الصوت بدا يبعد، معناه اني اقدر اخرج. مشيت من هنا، مشيت من هنا، دور على الشافل يا ام كامل، اسرع شويه هنا ما اقدرش اخش. اوكي خلينا نمشي قدام شويه، اكيد في غرف، في استامينا، خلي بالكوا في استامينا عندي. يا عالم في محطه قطر فعلا، محطة قطر كورية، كوريا يا شعب كوريا. اخش الباب ده، هنا اكيد في شابل، اقفل الباب. اوكي صوتها جاي، صوتها جاي، بس انا هدور واخلص تدوير برضو. اوكي خلونا نشوف بس هستخبى فين لو جت. اوكي هنا المفروض في شافل، البتاع بتاع الجرز مود، الحاجات دي بتاع الجرز مود يا عيال. انا في روبلوكس اللي جرز. اوكي هي جايه. طب بينط هو؟ ما بينطش. هنا في طفايه، في اسمنت، ايه ده الزباله؟ مفيهاش حاجه دي. ورا هنا مفيش حاجه، هي جايه طيب ولا استخبى؟ استخبى ولا ما استخباش؟ انا خايف يا عيال والله خايف. اوكي ان شاء الله مفيش حاجه. بيطلع فوق هنا عند الضوء الاحمر ده. ده الباب يا شباب اللي المفروض هنفتحه بالمفتاح. طيب
يبقى احنا محتاجين تشافل. خليني اخش هنا يا عيال، شوف مكتوب بالكوري، يا عيال العب لعبه كليه كوريه في التاريخ دي، وتخيلوا في قطر، محطه قطر وقديمه يعني ما فيهاش ناس حتى. عايزين بس الشافل. ها لا دي بتفتح وتقفل بس كده. اوكي لقيت ايه ده؟ دي كوينز، اعمل ايه انا بالكوينز؟ عايز شافل. يقعد لا يكون كان قدام، ما اقدرش اطلع الحاجات دي. انا سامع صوت حد بره، صوت نفس يعني الحقوا فاكهه. يا عيال والله الاغراض دي متاخده من جارز مود. اوكي يعني نمشي كده تاني، انا مش خايف. في بيبان هنا ندخلها نستكشف، اكيد في واحده فيهم هنلاقي الشافل 100%. اوكي اه في فلوس، ما اعرفش ايه فايدتها بس خلينا ناخدها، اتوقع بتفيدنا بعدين دي. يلا ندور على الشافل. اوكي في شافل هنا خالص، والله اغراض جارز مود. انت مش مهم عندك اغراض جارز مود، انت بتدور دلوقتي على الشافل. هات الشافل وروح، هات الشافل واحفر الشافل او الكاوبار. الكاوبار اكيد كاوبار بتاع جارز مود ده، انا عارفه ده. بس في صوت حد بره، يعني في صوت حد، اقسم بالله ربنا يستر بقى. انا ماشي وعلى الله كده. اقفل الباب ده بعد اذنك. اوكي مفيش اي حاجه هنا، وانا جيت هنا قبل كده ولا ايه؟ هو ده اتفتح كده ليه؟ يا جماعه الصوت بره، استخبى. مفيش اي حاجه هنا حرفيا، مفيش اي حاجه. الصوت بره، صوت بره، صوت بره، صوتها بره، بره بره الاوضه اللي انا فيها. يا بتعمل انا اعمل ايه؟ طيب انا خايف، انا خايف اعمل ايه؟ قولوا لي انا اعمل ايه. اوكي تقريبا يعني هي يا مسكت حاجه بره بتضربها بدالي، يا لان الصوت ده مش طبيعي. مشيت، انا عايز اتاكد ماشي صح ولا لا. ماشي صح انا صح؟ لا ماشي غلط، المفروض امشي في الاتجاه ده. في صوت دق ليه؟ يا عالية من هنا ولا ايه؟ صل على النبي، صل على النبي، صل على النبي. يا ريتني ما دخلت، يا ريتني ما دخلت، يا ريتني ما دخلت. او ماي جاد، او ماي جاد. بس مشيت، مشيت صح؟ مشيت، مشي كده، مشي كده، يبقى انا همشي كده، يبقى انا همشي كده. دور على الشافل يا ام كامل، خش غرفة دي اكيد جديدة. انا امشي ابواب الغرفة بسيبها مفتوحة بعد كده. فلوس، فلوس، مش عايز فلوس، انا عايز الشافل. يا ولاد الشافل، يا ولاد الشافل ازاي يعني؟ اوكي هنا مفيش حاجة، كمل طريقنا كده. بس انا في مكان جديد يعني، انا حاسس ان انا بقرب، حاسس ان المفروض كنت اعمل كل ده اصلا. مش عايز بس الاقي في وشي بالله عليكم خضه كده، جامب سكيري كده. لا خلي الدنيا هدوء كده حلوه، ندور في درج درج. اكيد فلوس، اكيد فلوس 100%. انا حاسس ان هنا الاقي فلوس بعد اذنك. هنا مفيش اي حاجه بعد اذنك. استنى والله فلوس، والله افتكرتها، افتكرتها حاجه يا شباب استفاد بيها، افتكرت الشافل ولا حاجه ولا كاوبار. او ماي جاد، كوبار ولا كاوبار ده مش عارف اسمه ايه يا شعب، مش عارف. بس بعد اللي انا شفته ده نسيت كل حاجه. في حد بيعيط هنا؟ في صوت حد بيضحك. هي دي الاوضه الصح ولا ايه؟ ما اكيد طالما عملوا الاصوات دي يعني معناه ان انا قربت او انا في الاوضه الصح. ان شاء الله، ان شاء الله بقرب. بالله عليك، بالله عليك يا شيخ ما تطلعيش في وشي. ايوه الأوضة دي جديدة، اقفل عليا كده. الأوضة دي جديدة يا شباب، الأوضة دي جديدة. أوكي الأوضة دي جديدة، ممكن نلاقي فيها حاجة، ندور كويس بس. أوكي هنا في دراج، أوكي برضو كوينز. أنا مش عارف إيه فايدة الكوينز بس أتوقع عليها فايدة كبيرة يعني، بس ماشي. ندور هنا، مفيش أي حاجة، نتأكد كلها بوكسات. هنا الهايد، طب مفيش حاجة يا شباب، يبقى خلاص نكمل طريقنا. بس الاوض شكلها بتتغير معناه ان شاء الله في امل. امل بقى ولا مش امل بقى؟ اهي الكاوبار، هي الكاوبار، لقيت حاجه كويس. دي ده يفتح بقى الباب. الشافل بقى ميبقاش معاه في نفس الاوضه،
ما يبقاش جدع الشافل. الشافل اخوانا الشافل اكيد في اوضه تانية، اكيد مش هحطوك الاثنين في نفس الاوضه يعني. شاب الاغراض دي كلها والله اغراض جارزمول على فكره. جايه هنا مكان مسدود، خلاص اخش هنا. هي جايه شباب، انا لازم اخليها تعدي. هي فين يا شباب؟ انا سامع صوتها بس مش شايفها. هتيجي في وشي دلوقتي صح؟ انا بقول اخد. اوه هاي، ازاي ما جاتش ناحيتي اصلا، ما جاتش ناحيتي. ازاي؟ المره دي انا مش لوحدي، معايا شباب تاني. بسم الله، حمله التدوير على الكوبر والشافل. لحد دلوقتي ما لقيتش الشافل، كل شويه الاقي الكوبر دي بس ما لقيتش الشافل، بس اكيد بلاقيها. فخلونا نبدا ان احنا عبال ما هم يرزبينه ندور على الشافل. اكيد هو في مكان هنا، اكيد مش عاملين البوكسات دي على الفاضي، اكيد ممكن يكون الشافل في بوكس من البوكسات دي. صح يا شباب؟ قولوا لي صح عشان ما احس ان انا مجنون بس. طيب افتح هنا. بسم الله، افتح الزباله. اوكي مفيهاش حاجه هنا. بتاع اللي هي بتاعت المطافي دي فاضيه. ورا البتاع ده مفيش حاجه، يبقى نكمل طريقنا نسمع صوت نستخبى. والله لو ياخد مني ساعه بس افوز. اهم حاجه الصبر يا شاب، الصبر عشان اللعبه دي بصوا يعني الله يسامحها بتقفشك من اي حته. اوكي هنا مفيش حاجه. فلوس، مش عارف عمال اخد فلوس فبستفادش بيها. طيب نكمل طريقنا وربنا يستر على اللي معانا كلهم دخلوا. تمام، نخش الغرفة دي بإذن الله اللي فيها الكوبار أو الشافل، يعني أي حاجة من الاتنين أنا راضي. شوف هنا الشافل يا عم الشافل، أنت مش موجود ليه؟ حاسس إن هو في بوكس من البوكسات دي، فاهمين إزاي؟ أوكي سامع صوتها. ينفع تستخبى؟ بعد إذنك بس نستخبى دقيقتين بس. هنخرج نمشي يمين. الوضع رعب يا شباب. انا متاكد انه 100% في الشافل ده لما نحفر الارض هنلاقي المفتاح بتاع الخروج. هي بره وتقريبا قفشت حد تقريبا. اوكي هي بره بالظبط قدامي، بره قدامي. عدت يمين، انا دلوقتي همشي وراها. اوكي مشيت صح، قلبي بس يهدى شويه. يب مشيت تقريبا قفشت حد تقريبا. ده حسب توقعاتي يعني، هي قدامي دلوقتي شاب بس هي ماشيه بظهرها، فعشان كده ماشي وقلبي ايه، قلبي جريء كده فاهمين ازاي. اوكي لقيت الكوبار. هي جاي تاني ولا ايه؟ هات ده. اوكي تمام، معرفش اقدر استخدم الكوبار ده في حاجه تانية، نفتح بيه صناديق ولا حاجه ممكن يكون الشافل فيها. اوكي موتت حد قدامي. اوكي في هنا باب ممكن نلاقي الشافل هنا يعني، فندور شافل في البوكس ده. فلوس، في صوت حاجات بره بتقع بس انا مش مهتم عشان انا خايف جدا. هي جايه ولا ايه؟ مش عارف ليه حاسس ان هي جايه. انا هستخبى. جايه يا شباب، جايه والله جايه. صدقوني الصوت قريب مني قوي، انا سامع صوت خطوات رجليه يعني بالحرف كده تشك تشك تشك. هي تمشي بس والدنيا تبقى تمام. اذا كانت مشيت كده او كده فانا هبقى وراها لو هي عدتني يعني. مشيت، في فلوس، جاية. خوف. كده تمام، كده صوتها بعد. كده تمام، ندور على الغرفة بتاعت الكوبر في نفس الوقت واحنا ماشيين بندور على الشافل. اوكي الشافل مش هنا. تمام
امشي كمل طريقك يا ام كامل. طب ممكن الاقي الشوفل فين؟ اكيد يعني مش هيطلع لي من العدم يعني، اكيد في غرفة من الغرف دي زي ما بلاقي الكوبر كده هلاقيه. اوكي هنا فلوس، عمال الم في فلوس. انا الحاجة الوحيدة اللي انا بعرف اعملها في الحياة ان انا بلم في وافتح صناديق واقفلها. طيب مفيش حاجة هنا صح؟ كمل. لو سمعت صوتها برجع لأقرب أوضة فيها حاجة أقدر أستخبى فيها. أوكي هنا ممكن نلاقي الشافل. مش عارف ليه حاسه في صندوق من الصناديق دي، حاسه إحساس كده. أكيد مش في درج يعني، أكيد 100% مش في درج. خلينا نكمل. بتاع ده بره ليه؟ بتاع ده بيحطولي تعطيلا ليا ولا ايه؟ مش فاهم. اوكي كمل طريقك يا كامل. وما انا مت، مفضلش غير انا وبنت. طيب هاي البنت دي مستخبيه اهي، شايفينها جوه. يا لا شايفك، اطلعي اطلعي متخافيش، تعالي. فين المكان بتاع الكوبر؟ وريني المكان بتاع الكوبر وما تقلقيش، بنقذك انا، بهربك من هنا، بخرجك من الماب او الشافل يعني. قولي مكان الشافل. يا لهوي دي جاية، طب جاية من ورايا ولا من قدامي؟ اوكي اوكي لازم استخبى. صوت حد بيضحك، هستخبى. البتاع بتاعت الكوبر قدامي. طيب طيب هي تمشي، بس هي تمشي، يجيلي الهز الرعبة دي القلبية دي وامشي. ربنا يستر ربنا يستر. اوكي مشيت. لا يا جاية، لا لا يا جاية جاية لسه، جاية لسه من الحتة اللي قدامي على اليمين دي، الفتحة اللي هي بتاعت القطر اللي في الوش دي. ايوه هي جت جت جت، والله جت، متأكد متأكد، صوتها عالي قوي، اكيد سامعين انتوا الخطوات البسيطة دي. ربنا يس. ايوه هي ده، قلبي بيدق قلبي بيدق. البنت اللي معايا ماتت ماتت ماتت، ما بقتش غير الوعد. يما يما يما. اوكي يا بره بالظبط، بره بالظبط بره. اوكي ايه ريلاكس، اتحركش ريلاكس. اوكي يا بره على الباب كمان، لفت عند الباب. اوكي ريلاكس عادي، يعني هتمشي. مشت 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 مشت. نروح بقى احنا هنا، البنت راحت فيها بس مش عارف الشافل فين. اي مشكلتي مع الشافل ممكن تكسر، مشكلتي مع الشافل يعني. انا فتحت الفتحة اهو خلاص، حلو فتحت اهو، محتاجين هنا الشافل بقى. الفول ده لازم ايه نفتح مكانه يعني، بس ماشي بنكمل طريقنا. اكيد اكيد 100% هنلاقي الشافل، هي قدامي دلوقتي يعني، انا من ساعة ما سبتها هي قدامي المفروض. كبيبان هنا نفتحها. والله الشافل ده امره صعب يا شباب، بس اكيد بنلاقيه يعني، اكيد زي الكاوبار كده. انا لو جبت الشافل فزت، باخد المفتاح واروح افتح خلاص بفوز، بس الاقي الشافل مشكلتي مع الشافل، ومشكلة صعبة كمان يعني. يعني انا لحد دلوقتي ما لقيتوش بساعة ما بدأت اللعبة. مش موجود هنا، كمل. مش عايز اقعد الف بس حوالين نفسي يعني، ادوني الشافل وخلاص، ادوني الشافل وانتهت اللعبة. اوكي رجع ده مكانه. طيب ما نحولش البتاع اللي معانا ده يبقى شافل. مانجا مستوردة، اعمل ايه بمانجا مستوردة في المانجا اللي انا فيها دي؟ بجد اعمل ايه انا؟ مش عارف، بس خلينا نكمل. ده هي صح؟ ده هي صح؟ هي اللي مستخبية في السقف دي صح؟ اقسم بالله هي، انا شفت حد مستخبي في السقف، محدش يقول لي ما شفتش. الشافل بقى، الشافل الشافل بقى، ما انا جيت دورت هنا
العيال كانت مستخبية في السقف، كانت عايزة تنقض عليا. طب هي جاية من أي اتجاه؟ أوكي أنا كده ببعد عنها، كده ببعد عنها. خلي بالك من السقف بس، املى الاستامينا. اوكي تمام، وضعنا فل السمباتيك يا شامتل. في صوت هنا، مفيش حد بس هي جايه. اخوانا ممكن الشافل، اخوانا ممكن الشافل. هنا ممكن نلاقيه، نستناها تمشي، نستناها تمشي عشان يبقى عملنا اللي علينا وزيادة. نستناها تمشي، مش عيب. لا لا مش عيب، عادي عادي عادي. هي هتيجي من ورا تمشي، انا بمشي قدام. في بقى شافل. اوكي قلبي بدأ يدق، معناه ان هي جنبي على طول. الفكرة في الشافل يا عيال، الشافل ده لو لقيته خلاص مشاكل الدنيا اتحلت، بس الاقيه بس. اوكي الوضع صعب دلوقتي، عمالة تزعق بره ولا مش عارف عايزة تقول فين مكمل. اوكي بره بالظبط، اوعى تخرج، لو فكرت تخرج انا اتجبت. اوكي بعدت بعدت، طيب بعدت تمام. دلوقتي بقى انا بدور على ايه؟ على الشافل. اوكي ممكن يكون فوق حاجة، تصدقوا والله ممكن يكون فوق حاجة. طبعا ده مش هيفتح ابدا، لان ده زي ما قلنا ده المفتاح الاخير اللي هنلاقيه في الحفرة. يعني هنا هنرجع، ممكن اطلع على فكرة على الحاجات دي، فهو ممكن يكون فوق حاجة. فاهمين ازاي؟ مش عارف، بس خلينا نكمل طريقنا وراها. انا مش عارف هي واحدة ولا اتنين، لاني شفت واحدة لازقة في السقف. لكون هي وريحت شوية، بتنام شوية. هنا مفيش حاجة، 100% مفيش حاجة، لأني دورت هنا مليون مرة. مفيش حاجة، كمل طريقنا. أنا بكمل طريقي بجري وراها عشان ده الطريق الأحسن ليا، يعني فاهمين ازاي؟ في صوت حد بيهيهيهي. هي هي يا شاب. اوكي مفيش شافل، أنا فقدت الأمل في الشافل، أقسم بالله فقدت الأمل في الشافل، فقدت الأمل. يعني أنا لو هخسر أخسر بسبب الشافل. هنا طيب نطلع على الحاجة دي كده، ينفع تطلع؟ اتحشرت. هي جاية، استخبى أحسن، نستخبى نستخبى. احنا عشان نبقى عملنا اللي علينا يا شباب، دورنا في كل حتة وعملنا اللي علينا، ما يبقاش ايه قصرنا. حاولنا نهرب لكن هي الدنيا معندة معانا، وهي صعبة بأمانة، صعبة في الجو الضلمة ده صعبة. اوكي اوه اوه هي بره بالظبط، بره بره. خايف منظري ده، خايف اخرج. يابا اتوقع دلوقتي انه عادي، يلا خليها يطلع هنا كده. مفيش حاجة فوق، شايفين يعني؟ بقول يمكن الاقي حاجة فوق، ده كنت هطلع بره المابا ومش لاقي حاجة. ويكون في الارض هنا، بس ده مكان القطر، ده مكان القطر، اكيد مش هتلاقيه في الشارع كده. اوكي هنا نفس الكلام، مفيش حاجة يا عيال، اقسم بالله دورت في كل حتة، انا تعبت من التدوير. طب يا شباب انا حاسس انا عرفت مكان الشافل، دايما بيبقى فوق البتاعة دي. تمام تمام، انا شفت فيديو، مش هكدب، شفت فيديو لواحد لقى الشافل، وده اقصى طموحه. اهو 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 اللي بجريني ورا، اهو اللي مخليني اقلب مش ان هو عشان شكله خشبي، فاهمين ازاي؟ اوكي الحمد لله لقيته. هي الغرفه المقفوله دي لقيناها الحمد لله، خلاها اخش هنا ونفتح ونفتح ونحفر ونحفر. ايه احفر كل ده لوحدي؟ مش مشكلة، أسرع أسرع أسرع.
اسرع. المفتاح ده ولا ايه اللي بيظهر ده؟ ايه شكله؟ مفتاح. بسرعة. اوكي خدته. اجري استخبى. هي جاية مع المفتاح. ندور بقى على مكان الهروب. ليتس جو ليتس جو. هي تيجي تعدي امشي وراها ولا امشي دلوقتي ولا لا؟ لا اصبر 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 اصبر. يعني صبرت كتير يا ولد. اصبر، ما جاتش من شويه دول؟ يعني هي تعدي، قلبي يدق. هتعدي، همشي وراها، ادور على المكان المحطه، بطلع افتح والحمد لله. بس كده ان شاء الله، بس ما اكونش مستخبي على اليمين ولا على الشمال. اوكي مفيش صوت. طيب نكمل طريقنا. خلي بالك ممكن تبقى في السقف، تبقى وراك. خلي بالك يعني، اعمل حسابك ان انت ممكن تلاقيها، بس لو عديت من قدامها هتشوفك. لو شفتها من بعيد عادي، لكن لو عديت من قدامها هتشوفك وهتمسكك زي ما كانت لازقه في السقف من شويه. خلي بالك. طبعا تعبت جدا يا شباب، اقسم بالله، عشان ادور على الشافل والكلام ده، بس الحمد لله واستنيت كتير قوي. بس اهم حاجه الهروب. الهروب. سامعين الصوت ده؟ الصوت ده حد مستخبي. هي مستخبيه هنا. انا مركز جدا يا شباب، يعني سامحوني سامحوني. في مواسير وقعت كده غريبه، اول مره اشوفها. هي طول ما هي ماشيه طبعا بتدمر، بس احنا ماشيين مش بندور على حاجه، احنا ماشيين بندور على المحطه. هي دي. اتوقع ان انا هربت. باذن الله ان انا هربت. حاسس ان انا هربت. ركز في كل حاجه. في شنط هنا. هربت صح؟ قول ان انا هربت. هربت هربت صح؟ هربت صح؟ ايه ده؟ لا لا فايند ذا شافل. وات؟ ضاف لي اغراض جديده يا ولد. يا ولد انا اجري اروح اموت احسن. ده كله عشان اوصل للباب. ما تهزرش ما تهزرش ما تهزرش. مستحيل اللي انت بتقوله ده هزار. انت بتقوله ده هزار. اقسم بالله هزار. ايه ده؟ ايه ده؟ باسورد. باسورد عشان افتح للشافل. وفي باسورد الكود مختفي على الجدران. ده انا اجيبه منين ده؟ اجيبه منين في الضلمه دي؟ لا يا شاب، لا 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 لا. ده انا كل ده عشان الاقي كام حاجه دول. ده انا كل ده عشان الاقي الشافل والكوبر بس. امال لو ادور على كود وافتح باسوردات لا ما تهزرش ما تهزرش. اقسم بالله ما تهزرش. صعب 100% صعب 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 صعب. حاسس ان مستحيل اعمل كده. ده انا لوحدي كمان، يعني فاهمين ازاي بلعب كل ده لوحدي. ف اوكي انا راح اخدها بالحضن يا شاب، وبنعمل ده في جزء تاني. اقسم بالله هو شكل ده اللي هيحصل. نخش هنا كده. يما هي جايه قوي. طبعا هي جايه هي جايه. تعالي يا عزيزتي عشان هيبقى في جزء تاني. وبس يا شباب، قصيت المقطع. اتمنى يكون مقطع النهارده عجبكم. ما تنسوش اللايك والاشتراك وتفعيل زر التنبيهات، وتصلي على النبي تحت في الكومنتات. وهي دي لعبه التيكا تيكا، وان شاء الله يكون في جزء في تاني فيها مع الشاب. يعني شفتوا 20 دقيقه بس في راوند واحده. ف اوكي خلصنا اول مرحله، لكن الباقي يعني والله رحنا فيها يا شباب. فاكتبوا تحت في الكومنتات نكمل ولا لا، وعايزين نجيب مين من الشباب يساعدني في الهروب من محطه القطر التيكا تيكا. وبس سلوتر يا شباب، مع السلامه. باي باي. مش مليون جيش لا يخاف من الحروب، محبوب من الصغار عشان كده خاطف القلوب. مش مليون احنا سوا عيلة مش جمهور، بيكو بنصنع المتعة بنعمل من الضحكة فنون. مش مليون.